ينشدون حضور الدولة ويرفعون علمها. هؤلاء هم أبناء سقطرى الذين ضاقوا ذرعا بسطوة العناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون، خرجوا في مركز مدينة نوجد في مظاهرة حاشدة تأييدا للشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، ورفضا لممارسات العناصر المسلحة التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي. المحتجون الذين خرجوا بسلميتهم المعتادة تفاجأوا باستخدام العناصر المسلحة الأعيرة النارية في محاولة لتفريق جموعهم الرافضة للعنف والفوضى والداعية لحماية الأمن والاستقرار في الجزيرة وعودة قيادة السلطة المحلية لممارسة مهامها وفقا لاتفاق الرياض وآليته التنفيذية وتسريع إنجازه. السقطريون الغاضبون طالبوا أيضا بضبط عملية الدخول والخروج من وإلى الجزيرة وفق الإجراءات الرسمية والنظامية المتبعة في جميع المنافذ اليمنية، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للجزيرة، ومنع استمرار تدفق السلاح للعناصر الخارجة عن سلطة الدولة. كما شددوا على ضرورة إلغاء النقاط المسلحة المستحدثة وعودة الخدمات والتنمية للمحافظة. أبناء سقطرى الذين خرجوا تحت راية اليمن رافعين صور الرئيس هادي ومحافظ سقطرى رمزي محروس ليس لهم من هدف غير إبقاء الجزيرة الساحرة بعيدة عن الفوضى والاقتتال وتجنيبها الصراعات والدماء، مشددين على عودة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وإنهاء المظاهر المسلحة التي تطعن هدوء الجزيرة وتسفك دم الأخوين على قارعة الطريق.